ما هذا الهدوء العجيب؟ أكاد أحسد نفسي. أتقرآني في كتاب الله؟ بارك الله فيكما. لا أريد أن أزعجك وأشغل وقتك يا سيدي القاضي. أمزح معك يا رجل، تكلم، هل من قضايا جديدة؟ أعد القهوة على مهل يا زرزور. لولا معرفتي بحسن نيتك وانطلاق لسانك لحكمتك. الوزير عصران رجل ثقيل الظل. أحسنت يا صفي الدين. وأنا يا أبي، أين هديتي؟ نسيتك يا سلمى. لقد كنت أرعى خالتي، وهي امرأة عجوز تحتاج إلى من يرعاها. يا رسول الله، والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر كاذب أو جادلت عن نفسي. ما هذا الذي يقوله ابن عمك؟ انتظر يا طلحة حتى نسمع. والله ما كان لي عذر حين تخلفت عنك يا رسول الله. لقد نهى النبي عن الحديث مع هذا الرجل، أدر وجهك عنه. إنه ذاهب إلى بيت أبي قتادة بن عمه. لقد منعت من الكلام مع الناس، خذ التمر والماء يا رجل وانصرف. ستعود إلى يثرب مع أول قافلة تجارية. أحمل لك رسالة. الملك غسان الرومي، ماذا يريد مني؟ اقرأ لتعرف. لا أظن يا صفي، هذه ليست أخلاق المسلمين. القصة ما زالت طويلة يا أحبتي، وأرى أن الوقت قد حان للنوم.